نروح لملعب المباراه ومعانا زميلنا العزيز كريم احمد ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا كريم. مرحب بيك من جديد كابتن ايمن شوقي وكل نجوم الاستوديو التحليلي. فوز مهم جدا الحقيقه النهارده لفريق النادي الاهلي قبل التوقف الخاص طبعا بطوله الدوري العام. كل الامور دي هنتكلم فيها طبعا مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. مبروك يا كابتن سيد، مباراه فيها شراسه ويمكن حذرتوا فيها بشكل كبير جدا، لان الموسم اللي فات الامور بالنسبه لنا مباراه سموحه مباراه المحله كان لازم يكون في تركيز كبير قبل التوقف. بنشوف الجيم ازاي واداء النادي الاهلي النهارده ازاي؟ اقول طبعا الحمد لله على كل شيء. يمكن انت شرحت بس في سياق الكلام كده حاجه مهمه جدا، ان في هيبقى في توقف مهمه وان انت تختم بشكل كويس. يعني المباراه الحمد لله كانت لحد كبير كويسه في معظم فتراتها بنسبه 90%. يعني جالنا بنالتي في الدقيقه 3 من بدايه اللقاء، كان ممكن يسهل اكتر واكتر، لكن الحمد لله طبعا قدرنا احنا نختم الشوط الاول ب 2-0، وبعدين هم قللوا الفارق، لكن في نفس الدقيقه قدر حسين شحاته وبعد كده بيرستاو ان هو يزود الفارق. الحمد لله طبعا على كل شيء. هي يعني مرحله كانت فيها 3 مباريات وبعد كده كان في توقف وبعدين 3 مباريات وبعدين في توقف، فكان مهم جدا ان احنا نختمها بشكل كويس الحمد لله. يمكن يعني رغم غياب معلول وعمرو السلاله كان ما بنحسش الحمد لله مع السكواد اللي معانا كابتن سيد الحقيقه ان في فروقات او في غيابات، وده امر اكيد يحسب للجهاز الفني ويحسب كمان لكابتن سيد، ان التحضير النفسي مع الجهاز الفني ده امر مهم جدا مع لعيبه النادي. الحمد لله طبعا الحمد لله كلنا ثقه في كل اللعيبه اللي موجوده. كريم فؤاد النهارده مقدم عدد من الدقائق مش كتير، لكن قدر ان هو يقول ان هو واحد من العناصر المهمه جدا في اختياراتنا وقدومهم للنادي الاهلي. هي واحده واحده، كل واحد هياخد وقته، كل واحد النهارده بيشارك بشكل زي احمد حمدي عبد القادر وكريم فؤاد وعمار خد شويه قليلين، لكن اكيد يعني مع مرور الوقت والماتشات وضغطها واختلاف البطولات اكيد كله هيشارك. يعني بيتسو موسيماني 73 مباراة ب 155 هدف يا كابتن سيد حتى هذه اللحظة، ده يعني أكيد بيسعد الجمهور وبيسعد المجلس الإدارة وبيسعد الجهاز الفني، لأن إحنا عندنا الرغبة والفريق بيلعب بشكل جيد جدا. بتفسرها إزاي وبتشوف الأمر ده إزاي يا كابتن؟ أقول بس يعني طبعا النقاط الثلاثة هي الأهم، لكن طبعا تأكيد الفوز وتأكيد الانتصار بيبقى حاجة كويسة. يعني الحمد لله زي ما قلت، يعني خلينا نتكلم على الهدف الأكبر اللي إحنا كنا عايزين نختم المرحلة ديت بانتصار، وده اللي اتحقق الحمد لله رب العالمين. خلاص يمكن الفترة اللي جاية عندنا معسكر الفترة الجاية في الإمارات عايز أتكلم عليه. لسه تاكيداته لسه ما يعني بنسبه 100% لسه ما حصلناش عليها يعني، لكن هنشوف هنعمل ايه النهارده في انتظار تحديد موعد السوبر الافريقي. لحد دلوقتي ما عنديش معلومه اكيده هل هيبقى في ختام ديسمبر ولا هيترحل لسه النهارده، يعني المفروض ان هم هيبقى في ميعاد النهارده او في قرار النهارده. يعني على بناء عليه او على القرار ده هنبدا ناخد اتجاهاتنا وترتيباتنا ان شاء الله الرحمن. جمهور النادي الاهلي في رسالات مستمره في مباراه المحله الحقيقه كان ليه تاثير النهارده كمان الحقيقه، تشجيعه المميز جدا، دور الجمهور مهم جدا يا كابتن سيد الفتره اللي جايه. طبعا يعني عناصر اللعب هو اهمها واولها هو الجمهور يعني. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. بنشكر اكيد كابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره على هذه التصريحات، وان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، والترتيبات بقى الخاصه بمعسكر فريق النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يتم حسمها مع مجلس اداره النادي الاهلي. عندنا طبعا انتخابات كابتن ايمن انت عارف باذن الله بكره الكل ان شاء الله يكون متواجد في انتخابات النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله بنتمنى فريق النادي الاهلي اداؤه المميز ده يستمر فيه، وايضا كمان الثقه الكبيره اللي فيها الجهاز الفني بادائه وبقراءته الفنيه ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي، سواء في بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله في البطوله الافريقيه ومن قبلها كاس السوبر الافريقي الاهلي والرجاء. شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد.